لم ترتبط لغة بعقيدة ارتباط العربية بالإسلام، لأنها لغة الوحي ولغة كتابه، ولو ترجم وهو لا يترجم بل تترجم معانيه، وترجمة معاني القرآن ليست قرآناً، ولا تصح الصلاة للمسلم أياً كانت لغته إلا بالعربية. لذلك حورب الإسلام بمحاربة العربية بإملائها ونحوها وصرفها وفصحاها، ووجهت إليها السهام، والمقصود اللغة وما وراء اللغة من إسلام. ولما كانت العربية وعلومها مما يباح الحديث فيه، فقد كثر الكتاب الذين تناولوها وتناولوا علومها بالطعن والتجريح، وهم إنما يتسترون وراء العربية لأنهم لا يجرؤون على الطعن في الإسلام، فراحوا يحاولون التهديم في الجسر الموصل إلى الإسلام وفي الأداة المؤدية إلى فهم القرآن. نحن نقول اليوم بلسان عقيدتنا وإسلامنا: هل رأى العالم ارتباط كتاب مقدس بلغة من اللغات ارتباط العربية بالقرآن؟ إن القرآن في جميع أنحاء العالم وعند الناطقين بكل اللغات هو قرآن واحد وكتاب واحد وصورة واحدة بلغة واحدة، فهل الكتب المقدسة الأخرى ذات لغة واحدة أم أن لها نسخا متعددة وبلغات كثيرة مختلفة؟ إن الحكم الشرعي في الإسلام أنه لا صلاة بغير اللغة العربية وبلفظها القرآني، وكل من عرف حقيقة الإسلام أدرك أن بينه وبين العربية صلة لا تقطع وارتباطا لا يدفع. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وفيه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا لسان عربي مبين، والذي جعله ارتباطا لا يدفع أنه لا قرآن ولا صلاة بغير العربية، وبذلك يصبح تعلمها فرضا دينيا على المسلم، لأن ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، واللغة أقوى الأشياء صلة بصاحبها الناطق بها، هي وسيلته للاتصال بغيره، وهي التي تجعل منه إنسانا. فالإنسان حيوان ناطق، حيوان لغوي، وتجعل منه كائنا اجتماعيا، ووحدتها بين الناطقين بها أقوى دليل على أن الناطقين بها جماعة.